فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الأوفياء، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كيف ما عودتكم دائما كل نهار قصة جديدة، أهات معاناة تجارب جديدة. اليوم معنا واحد الأخت اللي عودت لنا القصة ديالها وحبت أنها تأخذ منكم النصيحة، ترشدوها تنصحوها وتقولوا لها أش من الطريق اللي خصها تتبع. نتمنىكم تبقوا معي حتى النهاية وما تبخلوش عليا، الله يجازيكم بخير، وكذلك ما تبخلوش عليا بلي جيم لي كومونتير وحتى بالبارطاج. بقاو معايا حتى الله. السلام عليكم خوتي خواتاتي، اليوم جيت نحكي لكم حكايتي. معكم إلهام في العمر ديالي 24 عام. قبل ما نبدا بغيت نشكر صاحبة القناة الأخت أمينة بزاف حيت عطات لي هاد الفرصة، وكنقول ليها أنا من المتابعين الأوفياء لهاد القناة وكنحماق على الصوت ديالك. المهم اخوتي غادي نبدا لكم فاش كان في عمري 18 سنه. تعرفت على واحد السيد من العائله، شافني عجبتو، بقينا كنهضروا شي شهرين تقريبا. من موراها تقدم ليا، درنا خطوبه، الصراحه تهلا فيا وجاب ليا اي حاجه بغيتها. من بعد الخطوبه اخوتي بديت كنلاحظ فهاد السيد كيتبدل عليا وما بقاش كيقبلني، نخرب ليه في تليفونه. مع العلم انا ساكنه في مكناس وهو خدام في الرباط، يعني فاش كان كيجي ما كيخلينيش نخرب ليه في التليفون وكيبعدو ليا وما كانش كيبغي يتلاقى بيا، ولا اتصلت به ما كيبغيش يجاوبني. انا قاسني الشك، بديت كنقول مع راسي واش هاد السيد ما بقاش باغيني ولا شنو، ياك ما شاف فيا شي حاجه ما عجباتوش. لدرجه اخوتي كنرغبو باش نتشوفو ما كيقبلش. ما علينا اخوتي، انا واحد البنت اللي زوينه وما فيها حتى شي حاجه ناقصه، الحمد لله والشكر لله. المهم بقيت على ديك الحال شي شهرين، شهر جوج شد الكونجي وجا جلس عند الاخ ديالو مزوج، وهاد خوه ساكن حتى هو في مكناس، اما دار والديه في العربيه. المهم ما علينا، فجا بقيت كنتصل بيه باش نتشافو حيت توحشتو بزاف، ولكن ما بغاش يجاوبني. شحال وانا كنتصل في الاخر جاوبني، قال لي حقا ما حقا راني مريض وما فيا اللي يهضر. قلت ليه ماشي مشكل، هزيت راسي ومشيت لعندو. داك النهار كانت الشتا خيط من السما، وصلت لعندو كنقطر بالماء ديال الشتا، ما قدرتش نصبر، يعني بغيت نشوفو من قلبي. مع العلم اخوتي انا تقدموا ليا بزاف ديال الخطب وفين يبانو مع هاد السيد هذا، ولكن انا النهار شفتو بغيتو من قلبي، واخا عارفة على قد الحال. قلت ماشي مشكل، المهم كنبغيو بعضياتنا، ودرت عليه المستحيل والله العظيم. هي هذيك رجع بحالته للرباط، وفي نفس الشيء فوق ما اتصلت به ما كيبغيش يجاوبني، وإلا جاوبني كيدير شي سبه، اما مشغول واما مريض. واخر مره قال لي التليفون ديالو ضايع ليه، كان ضايع ليه لا في الشور. صافي بقيت صابره هكذاك حتى لواحد النهار سولته، قلت ليه قتاش غادي تجي، قال لي ما بقى لي والو. دازت شي ايامات، قال لي حقا باقي لي 10 ايام عاد نجي. الغد لي خرجت نتقدى شي سخره، وفي الطريق شديت الطاكسي، قلت غادي نمشي عند مرت خو ونعاود ليها هادشي اللي كيدير معايا، قدرت تكون عارفه شي حاجه. ما علينا اخوتي، هادشي اللي كيدير معايا بلا خبر والديا، حيت الا عرفوا غادي يقتلوني، يقولوا لي شكون هو كاع باش دلي راسك ليه لهاد الدرجه. المهم مشيت لدار خو وانا لقى السيد عندهم في الدار. ديك اللحظه خوتي حسيت بحال شي واحد جبد معايا بشي طرشه لوجهي، ما فهمت والو، وحتى هو فاش شافني تلف، وكيف ما كيقولوا النيه كتكفي العمل. المهم جا لعندي وبدا كيرغب فيا، حكا هادي والله الا التليفون ديالي ضايع ليا وما قلتهاش ليك. قلت ليه انا ماشي مشكل، لكن صافي تاكدت ان السيد فيه الغدر. ما علينا، بقينا كنهضروا. في الاخر قال لي غادي نقول لك مالي، قلت لي اه قول شنو عندك. قال لي انا بغيت نمشي للخارج. مش قال لي بغيت نمشي لبرا، تصدمت لدرجه وليت كنبكي الليل مع النهار، مرضت بزاف وهادشي ما قدرت نقوله حتى لشي واحد،
حيت عارفه العائله كامله غادي تدور فيه. فدوك الايام اللي كان هو في مكناس اتصلت به قلت ليه بغيت نشوفك، قال لي انا تشوف. مشينا لواحد البلاصه جلسنا بدينا كنهضروا، قال لي انا كنبغيك بزاف ولكن خاصك تسينيني حتى ترجع من برا عاد نتزوجوا. قلت ليه صافي واخا. الغد اللي عاوتاني اتصل بيا قال لي يا إلهام غادي نمشي للحمام ندوش ورجع للدار نعس بلا ما تتصلي بيا. قلت ليه ماشي مشكل ما غاديش نتصل بك غير ارتاح. هي هذيك مازال ما كملت ساعه، كل ربع ساعه ملي نهضر معايا هو يصيفط لي واحد الميساج بالغلط، وهذا الميساج هو اللي دمر لي حياتي اخوتي. ما غاديش نذكر شنو قال في الميساج بالضبط، ولكن اللي فهمت منه انه كيهضر مع شي وحده ساكنه في نفس المدينه اللي هي مكناس، وعلى قبلها كيجي باش يشوفها، وفاش عرفته خاطب قلبت عليه وما بقاتش كتهضر معاه، والسيد كيتحرق عليها وكيصيفط ليها لي ميساج وكيرغبها غير باش تجاوبو. المهم فاش قريت انا داك الميساج اتصلت بيه قلت ليه السلام فلان واش انا ما كنجاوبكش؟ قال لي كيفاش؟ قلت ليه والو شوف انت الميساج اللي صيفطتي ليا. صافي فاش قلتها ليه قال لي دابا نتلاقى بيك. قلت ليه لا ما بقيتش باغا نشوفك. قال لي لا ضروري نشوفك ولا غادي نجي لداركم. قلت ليه غير اجي. صافي بقى كيواسيني في الاخر لبست حوايجي وخرجت لعندو. قلت ليه شنو بغيتي؟ السيد بدا كيحلف والله ما درت شي حاجه والله هادي. المهم بدا كيحلف وكيعطي لراسو. قلت ليه انا داكشي كامل اللي كنت صابره عليه حيت يحسب ليا باغي تمشي للخارج صافي، ولكن انت صدقتي باغي مره اخرى. في الاول اجي عندي وقول لي عندي مره اخرى في حياتي وانا براسي غادي نبعدك. والطرق اللي جابتك تردك ما كاين حتى شي اشكال، وداكشي كامل اللي جبتي ليا في الخطوبه الحوايج الخاتم غادي نردهم لك. قال لي لا انت اللي كنبغي وانت اللي باغي نكمل معها حياتي. وعلى ما قال لي انا ديك المره اللي كان كيهضر معها مزوجه ومطلقه، وفاش عرفاتو خاطب تفرقت معاه، ومن مورا ما تفرقت معاه دارت كونطرا ومشات للخارج، وهادشي اللي خلاها يرجع يهضر معاها حيت ما فيها تاخذو للخارج. ايوا هي شرطت عليه الا تفرق معايا ترجع معاه والا بقى خاطبني لا ما علينا. فاش عرفت هادشي كامل رجعت لدارنا وبقيت كنفكر مزيان وقلت مع بالي الا ما سمحتش فيك حتى انا كيف سمحتي فيا ونخليك تندم ما كانت تماش انا إلهام. بالفعل اخوتي درتها وفيت بها. هضرت مع الوالدين ديالي قلت لهم غادي نمشي نخدم في طنجه بحكم عندي واحد العائله خدامين تما. جمعت حوايجي ومشيت تعرضوا لي دوك العائله كراو ليا دخلوني نخدم في بلاصه فين خدامين هما نيت. فاش بديت الخدمه اتصلت بيه قلت ليه شوف انا مشيت الله يعاونك. ايوا السيد دا كيتصل وكيرغب قال لي عافاك رجعي ما بغيتش وليدي يعرفوا هذا الشيء اللي وقع، عافاك ندير لك اللي بغيتي غير رجعي. قلت ليه ما دير ليا ما ندير لك، عطي لي غير التيسع ودرت ليه بلوك. في الاخر بدا كيصيفط لدوك العائله اللي معايا في طنجه. المهم حاول باش يوصل ليا والو ما تسوقتش ليه. صافي بقيت خدامه واحد المده ديال 8 شهور لدرجه تناقش مع خويا والوالد ما بقاش كيهضر معايا حيت ما بغيتش نرجع لمكناس. المهم قلت ماشي مشكل بقيت مستمره في الخدمه ديالي وما كان ناقصني حتى شي خير الحمد لله. بقيت هكذاك فاش قرب العيد الكبير عاد مشيت عند والديا دوزنا العيد بخير وعلى خير. من مورا العيد كان عندنا واحد العرس ديال بنت العائله يعني من العائله ديالي وحتى ديالو. صافي فاش مشينا تلاقيت بيه تما ما علم داك الوقت راني رجعت كنهضر معاه مره ايوا خوتي غير وصل هو لداك العرس تلاقى مع الدفو يلاه وصل. خرجت انا نشوف فاش شافني هو قال لي الشمكاره وبلوكاني. صافي دخلت انا بحالتي لداخل جالسه كنفكر علاش قال لي هذيك الهضره. شويه وهي تجي عندي بنت خوه داك الوقت كان عندها شي 13 عام تقريبا. ماما شافتني جات جلست حدايا عنقاتني حيت كنت عزيزه عليها بزاف وقالت لي واش فراسك؟ قلت ليها شنو حبيبه؟ قلت ليها شتي عمي خلينا في الدار وسمعتو كيهضر مع واحد المراه وقال ليها اجي عندي. ايوا الغد لي سالا العرس وكل واحد مشى بحالاته. انا اتصلت بيه قلت ليه كاع ما قلتي لي غادي تلاقى بالحبيبه القلب ديالك؟ قال لي علاش وشكون قال لك هاد الهضره؟ خليته كيهضر وقطعت عليه التليفون. دازت مده عاوتاني رجعت للخدمه ديالي كنت خدامه حتى داز العام عاد رجعت لمكناس. بقيت كنصيفط دارنا
شويه وهي تبان ليا نمشي نخدم في ميدلت بحكم حتى تما عندي العائله. صافي مشيت بقيت خدامه حتى وصل العيد الصغير، بدلت الرقم ديالي. ملي بدلت الرقم بدا كيتصل بالام ديالي بريفي. فاش مشيت لدارنا في العيد الصغير قلت لي الوالده ما نعرفش شكون اللي كيتصل بيا بريفي. فاش قالتها لي عرفته هو، اتصلت بيه حتى انا بريفي من الرقم ديالي. قلت لها اش بغيتي؟ قال لي ضروري جاوبيني بغيت نهضر معاك. قلت لي واخا. قلت لها الرقم ديالي جديد اتصل بيا. قال لي علاش بدلتي الرقم ديالك؟ قلت لي صافي ما بقى لينا علاش نهضروا، الله يرحم ليك الوالدين عطى ليا التقار. قال لي لا والله الا كنبغيك وسمحي ليا وراه هضرت معاك باش نقول لك واحد الهضره. قلت لي قول لها شنو هي هاد الهضره، قول اشنو عندك. قال لي راه اي حاجه تقوليها ليا غادي نديرها، غير رجعي ليا باش نتزوجوا. قلت لي انا واخا يكون اللي كان عمرني ما غادي نرجع لعندك وغادي نرجع للخدمه ديالي. صافي قطعت عليه. بالفعل داز داك العيد رجعت للخدمه ديالي في ميدلت، بقيت جالسه عند واحد عمتي. الحمد لله بديت كنجمع الفلوس، درت الدب. داز واحد المده جا واحد الراجل بغى يخطبني. فاش عرف داك السيد اللي جا يخطبوني وقفو ورجع في حالاته، حيت قال لي انا خطبه وغادي نتزوج بيها. المهم اخوتي هادشي راه غير اختصرت لكم وصافي، اما هو دوز عليا بزاف ديال المعاناه. فاش عرف انا ان داك الراجل بغى يتقدم ليا بقى كيهضر معايا وكيرغب فيا. قال لي والله وتزوجتي حتى ندير شي حاجه في راسي. المهم السيد تعصب وجهل عليا، قال لي والله الا خليتك تزوجي بشي واحد اخر. وجا هضر مع والدي وجا وعدنا، بقاو كيرغبوا فينا غير باش رجعوا المياه لمجاريها. هي هذيك. فاش وصل العيد الكبير تراجعت انا وياه، رجعنا تصالحنا. ولكن قبل حتى شرطت عليه اما يختارني انا ولا الخارج. ايوا اختارني انا. صافي مورا العيد مشينا درنا العقد. ما تصوروش اخوتي كيفاش كان كيتعامل معايا بحال شي اميره. المهم بدينا كنوجدوا داكشي ديال العرس. فاش حددنا النهار ديال العرس توفى العم ديالي الله يرحمه، اجلنا العرس واحد المده عاد درناه. هو دار عرس كبير في العربيه وانا درت غير صداقه بحكم عمي اللي توفى. صافي روحت عندو، دازت الليله ديال الدخله زوينه. قال لي بدلي الرقم ديالك. بالفعل بدلتو، قلت ليه اللي بغيتيها نديرها لك. المهم درت ليه خاطرو في اي حاجه. من مورا العرس زينا دوك القضيات اللي جاونا في العرس والحوايج اللي شرينا، مشيت معاه للرباط كرينا دار، وكاع دوك الفلوس اللي كنت جامعه شريت بيها الفراش للدار. المهم ضيعت شي جوج ديال المليون، هذه غير ديالي انايا. صافي داز العام الاول مزيان الحمد لله. من مورا عام ديال الزواج حملت، ولكن ما كتبش ليا داك الحمل، ما كمل لياش. فاش درت 7 شهور وقع ليا اجهاض. الراجل ما عجبوش الحال وبدا عاوتاني كيتبدل عليا، ورجعوا كيوقعوا بيناتنا المشاكل والنقاشات. دازت مدة على داك الحال. تصور اخوتي تبدل معايا في مره، تمنيتو شي نهار يقول لي شنو تشهيتي يا الهام نجيبو لك ولا شنو خاصك ولا يلا نخرجوا. ما كاينش هادشي نهائيا. رجع بحال شي واحد ميت معايا. فاش كنقول ليه يلا نخرجوا كيقول لي علاش شنو نديرو برا وهادي وديك. المهم اي حاجه كنطلبها ليه ما كيديرهاش ليا، ولا دارها حتى كينكدها عليا. وما عمرو ما شرى ليا شي كادو ولا دخل عليا شي حاجه كتفرح، يعني ما بقاش كيتعامل معايا مزيان كيف من الاول. فاش شفتو هكداك رجعت حتى انا مسوقاش ليه، وليت غير صادت عليه وداخله سوق راسي، وما كنهضر لا مع جيران ما كندير صحابات. مال ليا فيه منقيه منقيه الدار، يعني لقى ديك المره اللي يتمناها اي راجل. ولكن هو ما قدرش هادشي اخوتي نهائيا. المهم بقيت صابره على داك الحال. دازت واحد المده قالوا لي الناس خاصك تقطعي التابعه باش ما يبقاش يطيح لك بنادم. بالفعل مشيت قطعت حملت الحمد لله. حاليا اخوتي عندي 3 شهور في الحمل ديالي. تصورو فاش بداني الوحم مشيت عندو قلت ليه فلان انا تشهيت الشوا. قال لي ما كيهمنيش. قلت ليه زعما انا راني حامله ماشي بحالي بحالك. شتي خوتاتي باش جاوبني؟ قال لي اري الفلوس باش نجيب ليك. عرفتو باش حسيت فيك اللحظه واحد الحكره اللي ما كتصورش. فلاشية جاب لي واحد الشويه ديال الكفته مشويه شي 25 درهم وقال لي ها هي كليها وتعامل معايا بحال شي حيوان عنده في الدار ولا بحال شي حمار حاشاكم. وحاجه اخرى الطبيبه ملي عرفتني وقال لي اجهاض خرجت لي واحد متبت الحمل. فاش كنقول ليه جيبوا لي كيقول لي عطي لي الفلوس باش نجيبو لك. بالرغم هادشي كنت كنردو غير في الصبر وما كنقدر نتكا على حتى شي واحد.
فاش كيتصلوا بيا مالين الدار وكيقولوا لي كيف دايره، كنقول لهم راني بخير الحمد لله وعاجبني الحال، واخا ما عاجبني والو وقلبي طايب. ما بقيت هكذاك، واحد النهار هزيت ليه التليفون ديالو، بقيت كنخرف فيه، مشيت له الفيسبوك، فاش شافني حيدو ليا من يدي وبدل ليه الكود. انا فاش شفتو دار هكذاك بديت كنشك فيه بزاف. ما علينا، مؤخرا جلسنا بجوج بدينا كنهضروا شويه، وانا نقول ليه فلان الزيت راه قربات تسالى وراني كنسمع انها غادي تكون غاليه هاد العام، ويقول لي راه اتصلت بيا واحد السيده وصلتني على الزيت، على الزيت. فديك اللحظه بقيت انا غير كنشوف فيه، قلت ليه شتي انت ما كتسواش، واصلا شكون هاد السيده اللي اتصلت بك؟ قال لي كنعرفها. قلت ليه كيفاش كتعرفها؟ حتى انا يتصل بيا شي واحد ونقول لك غير كنعرفو، واش غادي تجيك عادي؟ مع العلم اخوتي هو الخدمه ديالو ما عندها حتى شي علاقه بالعيالات. فاش زيرتو قال لي هاد السيده كنت كنعرفها فاش كنت خدام في كازا، عرفني عليها الشيف ديالي، هو كيهضر ويدي كترجف، وهادشي خلاني نتاكد انه غير كيكذب عليا. فاش شفت الميساجات اللي بيناتهم عرفت انهم شحال هادي هو كيهضر معاها، يعني الطريقه ديال الهضره ديالو معاها فهمت انهم تلوقين في الهضره. مثلا اخر ميساج قريته قالت لي وصافي لا مشغول حتى الغدا ونهضروا. فاش قلتها ليه قال لي انت غير واحد المشكاش مشكاكه ومريضه وغير حمق. قلت ليه ماشي مشكل عندك الحق، ما علينا، انا صافي دخلت ديك السيده لراسي، يعني خاصني نعرفها شكون هي. هزيت ليه الرقم ديالها، صيفط ليها ميساج قلت ليها السلام لاباس. فاش قلتها ليه قلت ليه راني صيفط ليها، بدا كيضرب في راسو وقال لي حشمتيني مع الناس والله حتى نهرس هاد التليفون. قلت ليه هرس ولا جلس شغلك هذاك. المهم انا سكت وما بغيتش نزيد معاه في الهضره حيت عارفه غادي ينوض بيناتنا الصداع. ايوا خوتي فاش قرات الميساج ردت عليا قالت لي شكون معايا. قلت ليها اسمح لي ما غاديش تعرفيني. قالت لي شكون نتيا؟ قلت ليها انا مرات فلان. قالت لي شكون فلان؟ قلت ليها فلان ديال الرباط. بس تأكدت انها السيده بينها وبين راجلي شي حاجه. فاش قلت لها انا مرات فلان ديك اللحظه اتصلت براجلي، وهادشي عرفته حتى الغد ليه حيت قلبت ليه التليفون وشفت الصفحه ديالها طالع عليه في الواتساب، يعني الباه كانوا كيهضروا بجوج ومسح دوك الميساجات اللي بيناتهم، ولكن خلى الصفحه ديالها طالع عليه في الواتساب. فاش قلت لي راه كنتي كتهضر معاها البارح مكر، قال لي لا. قلت ليه وكيفاش طلع الصفحه ديالها؟ قال لي وصافي حسبيها كيف ما بغيتي. وتما لقيت اخر مره اتصلت بيه نفس الوقت اللي صيفطت ليها ميساج، قلت ليها انا مرات فلان. المهم غادي نكمل ليكم. فاش قلت ليها انا مرات فلان ديال الرباط بدات كتهضر معايا لغد ليه، كملت معها الهضره. قلت ليها راه قال لي راجلي بانك وصيتي صيفطتك شي حاجه ديال الزيت. قالت لي اه ولكن الثمن ديال 15 قنطار جاتني بزاف. ويدخل راجلي قلت ليه واش هضرت معاك السيده؟ قال لي اه هضرت معايا. شديت التليفون ديالو بديت كنسمع الفوكالات اللي بيناتهم. السيد صفر في وجهه، زول لي التليفون من يدي وقال لي سيري عاوديها لراسك، وبدا كيعاير فيا ويسب والجيران كيسمعوا. انا قلت ماشي مشكل خليه يعاير. فاش خرج اتصلت بيها قلت ليها واش راكي لاباس واش بخير وهادي وهي ديك، يعني بغيت نتدخل معها. فاش كنا كنهضروا قالت لي انا ماشي بنت كازا، انا عايشه في الطاليان وراجلي ميت وعندي الوليدات. بدات كتقول لي شي حوايج فشي شكل، يعني ما بقاتش السيده بنت كازا وعرفوا بها الشاف ديالو، يعني داكشي اللي قال لي غير كذوب في كذوب. يا بقيت كنهضر معاها ودايره راسي ما عارفه والو. شوف فاش قلت ليها انا حامله السيده تصدمات، قالت لي شنو كيفاش؟ يعني السيده باغا تاخذ الراجل. من بعد عرفت ان هاد السيده صدقت صاحب ديك المره اللي كان كيعرف الاول قبل ما نتزوجو. المهم مشيت عندو البيت كان كيجلس وقلت ليه شوف الا ما بغيتينيش علاش كضحك عليا؟ راني عرفت انها السيده باغا تاخدك للطاليان، وعرفت انها صاحب ديك المره اللي كنتي كتهضر معاها قبل ما نتزوجو. ويقول ليا لا ما بقاتش صاحبتها حيت فاش توفى الراجل ديال هاد السيده ما جاتش عندها تعزيها. قلت ليه انا مزيان هادشي كامل عارفو. المهم بقينا كنتغاوتو وكنسب فيه وكنعاير شويه، هو ينوض الراجل هزتيو ديال البوطه وبقى كيضرب فيا للراس حتى تنفخ ليا خوتي راسي. الغد لي عاوتاني في الصباح شدني قد النعاسه وكيضربني غير لراسي والوجه. صافي من مورا هادشي اتصلت بها قلت ليها حشومه عليك اختي، راه زعما عندك وليدات، علاش باغي تخربي ليا حياتي؟ وشنو بينك وبين ديك المراه اللي كتعرف راجلي؟
هي تقول لي واش انا الباترونه بتقولي لي هاد الهضره، اصلا كون كنت امراه ما غاديش يمشي عند امراه اخرى ويخليك، ومن الفوق انا غادي ندي لك وغادي نديه للطاليان وانت مالكي. قلت ليها انا مراته، اختي راه مراته. قالت لي والله حتى ندمك وهانتي غادي تشوفي. وبدات كتعاير فيا وقالت لي انت غير عاهره. من بعد صيفطت ليه ميساج قالت لي عطي ليا التيسع انت ومراتك، وهذيك الحماره خاصك تعاود ليها التربيه. قبل ما يدخل الدار كان في القهوه يعني يهضر معها على خاطره، واقيلا كاع رغبها. فاش جل عندي بدا كيسمع ليا البوكالات اللي صيفطت ليه، وبطبيعه الحال ورا ليا غير داكشي اللي باغي هو. قلت ليه انا واش رغبتيها؟ بدا كيضحك قال لي انا ما كنرغب حد. قلت ليه علاش باغي تبدلني بالخارج؟ قال لي بغيت نمشي ندير الفلوس وندير ليك ونفعل ليك. قلت لي انت اصلا ما كتبغينيش، علاش دخلتيني لحياتك وانت الوقت اللي كتبغي كتدخلني لحياتك وكتخرجني الوقت اللي كتبغي؟ قال لي حس بها كيف ما بغيتي. فاش قلت ليه لا ليس سهل ليك في هذاك الخارج، بدا كيضرب فيا عاوتاني وغير للراس، بقى كيضرب حتى شبع. المهم اخوتي هذه هي القصه ديالي، ودابا طالبه من المستمعين الكرام ينصحوني شنو ندير ويقولوا لي اين الطريق نشد، واش نبقى مع هذا الراجل ونصبر على هذا الشيء، ولا نرجع بحالي عند والديا واخا عارفه ما غاديش يقبلوا، حيت دابا انا ماشي غير بوحدي، يعني انا وهذا الشيء اللي في كرشي، وتابعيني المصاريف ديال الطبيب وراكم عارفين بلا ما نقول لكم، وزيد عليها الهضره ديال الناس كيف دايره. معافاكم من ما نصحوني شنو ندير، الله يرحم لكم الوالدين. والله الا تلفت اخوتي وضاقت بيا الدنيا. قبل ما نختم القصه ديالي كنصح جميع المستمعين ان الانسان ما يعطي حتى لواحد القيمه، ما تعطيش لبنادم قيمه من الاول، حيت هذه هي النتيجه. وشكرا بزاف بزاف، شكرا لكم وشكرا لك اختي امينه، والسلام عليكم. وكيف ما سمعنا كاملين القصه ديال الاخت ديالنا الهام، نتمنى ان شاء الله قبل ما نعطيو الراي ديالنا في هذه القصه هذه، وقبل كذلك ما ديروا لي كومونتير ديالكم نتوما، دعمونا بلي لايك وبالبارطاج. ولا كنتو اول مره كتشوفوا هاد لاشين انضموا ليها باش يوصلكم الجديد ديال الحكايات. المهم الاخت ديالنا الهام، بغيت نقول لك اختي اكثر العلاقات الفاشله هي العلاقات اللي كتكون بنيه على الشك الزائد والغيره. فانت العلاقة مع هذا السيد من البداية ديالها كانت فاشلة مليون في المية. عامين ملي كانت عندك 18 عام ودابا عندك 24 عام، 4 سنين ديال الفشل. قبل ما تزوجي كانت فاشلة العلاقة ديالك بيه، فاشلة مليون في المية. أسيدي أنا مشيت خويت الأرض خويت البلاد، بدلت الرحبة بالرحبة، خدمت جمعت الفلوس، تبت راسي 8 شهور مجبداها عليه ما كنهضرش معاه، داز عام واحد اخر ما كنهضرش معاه مسوق قالوش. اش داك اختي عند هاد السيد ترجعي معاه؟ تنتي الصراحه ما سهلاش، واصلا من البدايه كانت العلاقه ديالك معاه مبنيه على الشك، انت كتشكي بزاف، انت انسانه مشكاكه، انت كتشكي بزاف. هاد السيد ما كان لا كيضربك ما كان كيتعدى عليك ما كانت حتى شي حاجه. الا كانت العلاقه ديالو معاك تبدلت فانت هي السبب، راه الراجل اللي كيلقى المراه فيها النقير نقر 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 نقر، راه بالسيف ما كيكون انسان جاحد، انسان متسلط، هو انت متسلطه هو متسلط اكثر منك، خصوصا الا كان كيتجاهلك. فدابا انتيا درتي واحد الخطا كبير، درتي واحد الغلط كبير في حياتك، كونك ان في الاول بان لك السيد باغي الخارج وبان لك عيبو من الاول، علاش اختي مشيتي رجعتي معاه؟ يعني انت كتستاهلي هادشي اللي واقع لك. سمحي لي اختي الهام، فانت عارفه اني حقانيه، انا عارفه اني نهضر معاك بالحق، انا الحق كنشهدو في نفسي، الحق كنشهدو في بو كنروح عنده، ما كيعجبنيش النفاق. هو من البدايه بان لك العيب ديالو، ورغم ذلك مشيتي وكملتي معاه وتزوجتي وتهرستي وتعرستي الى اخره. فدابا لا تشكي للناس جرح انت صائبه، ما عرفتش واحد الشعر كيقولوا له بحال هكا. دابا انت درتي واحد الحاجه وجيتي كتشكي للناس، انت دايره كلشي. الناس في لي كومونتير غادي يكونوا متفقين معايا مليون في المية، مليون في المية غادي يكونوا متفقين معايا. انت
الناس اللي ما كانوش متفقين معايا شحال هادي غادي يتفقوا معايا دابا. انا اللوم لومك، وكما كيقولوا نضربك وما نخلي حد يضربك. انت في الاول درتي الغلط في السيد، في الاول بين لك عيب ولا الجماع وطويره اللي خلق راجل خلق 20. مالك اختي غير هذاك اللي راجل في الدنيا، نقولوا جات الفاس في الراس وهذاك اللي كان مكتاب لك شي امور احنا اللي كنكتبوهم على راسنا وكنقولوا قدر الله وما شاء فعل. فالله سبحانه وتعالى كيعطينا مجموعه ديال الرسائل الربانيه ولكن احنا ما بنمشيوش عليها، درجه انك رجعتي معاه وتفرقتي معاه ورجعتي معاه وتفرقتي معاه، فهذا هذه بوحدها رسائل من عند ربي كيقول لك ستوب هداي ارصاي. دائما كنقول لكم صلوا صلاه الاستخاره فاش بغيتوا تزوجوا ولا تقوموا بشي امر بحال هذا مشابه. فشنو غادي نقول لك اختي دابا؟ سمعيني نقول لك مزيان، قوه النقير قوه الخبيش ما فيهاش الربح. دخلي سوق راسك دابا، انت راكي حامله. انا ما كنشجعكش على الطلاق لان هذا الراجل كما كنتيش تابعه في صحته ما غاديش يضربك. دابا انت يوميا انت كتمشي تسبق الشيء له في التليفون تهضري معاه، هذه خليها صاحبتي خليه. الراجل راه يمشي 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 ويرجع حتى لمولات خيمتو، يرجع حتى لبين يديك خليه. هي راها في الطاليان، راه بيناتكم بحور، وانت انت انت تابعاه بحال تابعه. خليه يشبع تيشبع ويقنع. واش حساب لك الخارج ساهل؟ راه الخارج ماشي ساهل. خليها لالا يرغبها ولا يهضر معاها ميك يا صاحبتي، تجاهليه. واخا تشوفي كيهضر معاها انت يا ميك يدير بحال بحال ما شتيش. راه المرا كتحافظ على دارها كدير طرق في شيشك، راه كاينين قصص وحكايات محطوطين في هاد القناه كيفاش المرا كترجع الراجل ديالها لبين يديها وكدير فيه ما بغات غير بالحيله. حيلة غلبت السلعة. دابا نتيا حساب لك الا فرشتيه ونتي فضحتيه ونوطي الهيلالة زعما صافي السيد غادي بالعكس غادي يدير فيك غير الكحلة، غادي يدير داكشي اللي ما كيدير اللي ما كيديرش. دابا نتي اتهمتيه بالخيانة راه يمشي يخونك. يقدر هاد المرة بصح طامع فيها للخارج وكيهضر معاها وكيسيس معاها حيت باغي باغي باغيها تديه للخارج. ربما مسكين هذا هو الطموح ديالو في الحياة انه يمشي على برا، ولكن ينفو غادي تبردلو داك الدودة غادي يرجع لوليداتو. تهلاي في راسك تهلاي في صحتك سيسي معاه، لان بطبيعه الحال الا كنتي شاده معاه الضد واخا طلبي له مسكه جدريره ما يجيبها لكش ولا جابها لك يجيبها لك بالجميل، لانك انت عليا شوكتك دائما في الدار. ما دام هذا الراجل ما كيمشيش مثلا وكيفسد خليه يهضر معاه في التليفون. شكون هذا الراجل اللي ما كيهضرش في التليفون دابا؟ انا ما كنشجعش الرجال يهضروا في التليفون مع العيالات، وما كنشجعش العيالات يهضروا مع الرجال في التليفون، ولكن كنقول لك انت ميكي عليه. مادام ما عندكش فين تمشي ما عندكش فين تحط الراس وراكي حامله، حتى الحمل كيدير بزاف ديال المضاعفات. الوحم حتى هو كيدير بحال هاد المسائل بحال هادو لان كيتغيروا الهرمونات ديال المراه. فاتقي الله صاحبتي وديها في سوق راسك وديها في صحتك وديها داكشي في كرشك. يعني هذاكشي اللي طاح لك في الاول راه بسبب لي ستريس بسبب الاعصاب، فهو كينوض يضربك لانك تستفزيه متستفزيش. خليه دابا شوفي، انا ماشي كندافع عليه وكنخليك انت، بالعكس انا ما بغيتكش انت تتأذي في النفسيه ديالك وما تأذيش داك الجنين اللي في كرشك. يعني المراه صعيب انها تطيح وتعاود. سير اختي دخلي سوق راسك، اعتني بحالتك، ديها في راسك، تهلاي في راسك، كولي وشربي ونعسي، نخليه. واخا يحط التليفون قدامك وتمشي شليلو، دير اختي شي حاجه اللي تلهي بها، شي صنيعه شي خدمه. دخل الجروب ديال البنات، كاينين جروبات زوينين ديال الطبخ ديال هذه الاعتناء بالمراه الحامل كيف تعتني بالبشره ديالها بالشعر ديالها. ونخلي راسي هانيه، اش داني انا شي قران مشط ليه راسو؟ خلي الله يجعلو يبات في الزنقه ماشي السوق. المهم هو ما كيمشيش يفسد عليك، السيده بعيده عليه طامع في الخارج، خليه يحلم مسكين حتى هو حتى يقطع لياس وغادي يجي طالب راغب. هو في الاول كون ما كانش باغيك ما غاديش كاع يدير هاد المحاولات باش يتزوج بك، هو باغيك وميمتو باغي الخارج، لان الله يحسن العوان. المغرب الحبيب ديالنا شويه المعيشه فيه صعيبه للناس اللي ما عندهمش واحد المدخول اللي هو قار
ندخل لي هو يكون مزيان، لان الحياه ماشي سهله، الكرا الضو الماء المصاريف، الله يحسن العوان. وسيري تنتي على الطاقه ديال الزوج ديالك على حسب الطاقه ديالو، وحاولي ترديه لعندك غير بالفن، وحبب به فيك وفي وليداتو. ان شاء الله انت دابا غادي تولدي لها، كمل عليك الله، الله يكمل عليك بالخير. وصافي اختي، وديها في سوق راسك وقولي الحمد لله على كل حال. انت بغيتي هاد السيد وكم بغيتي تكملي معاه، اذا صبري صبري اختي، لان الحياه قصيره ما تستاهلش هاد الشيء كامل. بقيتي تمرضي راسك وتمرضي صحتك على والو. حنا نصيحتي الاخر، اخر حاجه بغيت نقول لك اختي، إلهام عوض ما تبقيتي تلقي الاهانات يوميا بشكل متواصل، زائد الضرب والعنف، العنف اللفظي والعنف النفسي. اللهم ندخل سوق راسي، هو يبقى يتساءل يقول مالها السيده، دخلي سوق راسك، ديها في راسك، قومي بالواجبات ديالك كزوجة وكامرأة، وخليه يعوم بحره. ياك في الليل كيجي تلبين يديك، وخليه اختي، النهار غادي يمل غادي يرجع عندك ويقول لك اختي سمحي لي، هو غادي يرجع سمحي لي، ما تلوميه، ما تعاتبي، يقول له شوف دير داك الشيء اللي انت مرتاح به، الا كان هذاك الخارج هو السعاده ديالك فانا بغيتك تكون سعيد، وخليه هادشي ليك. نتمنى اختي إلهام تاخدي النصيحه ديالي على صدري نرحب، ما تديهاش مني من قله الصواب. راه هضرت معاك بهذه الطريقه حيت انا ما بغيتكش تدلي راسك حتى من هكذا، ديري القيمه لراسك، لان الانسان الا ما دارش القيمه لراسو ما يتسنى حتى شي واحد يديرها ليه. صافي خليه، ربي دابا يهديه، الله يدير شي تاويل ديال الخير. صبري معاه، صبري على داك الشيء اللي في كرشك، ما كيما ديري، انا غير ما يكونش كيفسد عليك وكيدخل عليك الحرام. بالنسبه للضرب اكيد راك كتستفزيه وكتنوضوا تناقشوا، الانسان الضعيف الرجل الضعيف كيلتجئ للضرب، لان ما عمر الرجل القوي كيضرب المرأة الزوجة ديالو. راجلك ضعيف وشخصية ضعيفة بزاف، حاولي تصبري، الا كمل الله عليك بالخير وجبتي هذاك الطريبية للدنيا، داكشي اللي كاين ما كتبوش عاوتاني الله في هاد الدنيا. فانا داك الساعة كنصحك انك تمشي تهربي بجلدك وسير تخدمي على راسك، هادشي اللي كاين اختي. ونتمنى ان شاء الله الله يوقف معاك، الله يعطيك شي وقفه سهله، والله يكمل لك الحمل ديالك ويثبت حملك ان شاء الله، وديها في راسك وتهلاي في راسك. هادشي اللي نقدر نقول لك مستمعيني الافاضل. مؤخرا كنقول لكم اسمحوا لي، لان راني شويه عيانه، داكشي لا بان لكم الصوت ديالي شويه مبدل وهذا، فاصبروا معايا حتى ان شاء الله نوقف. وانا كنعطيكم كل ما في جهدي، الله يدير لنا شي تاويل ديال الخير ويشافينا ويشافي جميع مرضى المسلمين. ما صحيتش بكم بحال دائما، رقم القناه موجود في بدايه الفيديو، كذلك في صندوق الوصف، كذلك الصفحه الرسميه ديال اسمح حكيتي الجديده، لان القديمه سرقوها الله ياخذ فيهم الحق، فكاينه هي اللينك ديالها موجود في بدايه الفيديو، عفوا في صندوق الوصف، دخلوا ليها تابوناو حتى هي فيها، ضغطوا على زر الاعجاب باش يوصلكم الجديد. للناس ديال الجبهه 6 اللي ما كيقدروش يدخلوا اليوتيوب، السلام عليكم، تهلاو في ريوسكم، السلام عليكم.